عدد من المبادرات الخيرية لشباب سوداني متميز مبدع خلاق، يمكن ابتكروا كثير من المشاريع اللي كانت عندها فائدة للناس. واحد من المشاريع دي هو مشروع إطعام. نحن سعيدين جدا بأنه يكون موجود معنا أستاذ محمد محسن، مسؤول الإعلام بمشروع الإطعام في منظمة تكافل الخير. أهلا وسهلا بك محمد، صباح الخير. حبك صباح الخير. خلينا نتكلم بداية عن المنظمة، يعني منظمة التكافل الخيرية هي واحدة من المنظمات الخيرية العاملة في مجالات مختلفة وعندها نشاطات مختلفة، كلمنا عنها وعن نشأتها. طيب، منظمة التكافل هي من المنظمات الطلابية، ما حاجة منظمة زي مؤسسة من قبل ناس جو قالوا داير يسوي شركة أو مشروع أو منظمة، لا، بدأت من الطلاب واستمرت حتى تطورت مع الزمن. فهي بدأت تقريباً من 1998، كان عبارة عن ثلاثة طلاب أصحاب كده وبقوا مع بعض في جامعة الخرطوم. فيوم الامتحان دخلوا ولقوا إن واحد من أصحابهم ده ما موجود في القاعة، فقعدوا وبدأوا يسألوا عنه وكده، فاكتشفوا إنه ما كان قادر يدفع رسوم الدراسة حقته، فمشوا وسألوا له في الحاجة دي ودفعوا له. بعدين اكتشفوا إنه فيما هو براو، لا، في كمية من الطلاب زيه، فبدوا يوفروا لهم وتحت مظلة اسمها دعم الطلاب المؤثرين أو جمعية الطلاب المؤثرين. بعد زمن بدوا يوفروا لهم كمان التنقل للولايات، لأنه في طلبة أصلاً قاعدين في الخرطوم وما قادرين يرجعوا، إطعامات للداخليات وغيرها. فتطور هنا البرامج حقتهم، الحقيبة الرمضانية اللي بدأت من 2005 ولحد يوم الليلة سنوياً، والبرامج المتنوعة زي فرحة عيد للأضاحي وغيرها، وتسجلت بشكل رسمي في 2007 باسم منظمة التكافل الخيرية. وياهو ما شاء الله، هدفه طبعا الاول والاخير اللي هي صناعه طالب واعي بدوره في المجتمع، اللي هو محدد للطلبه تحديدا ولا لفئات المجتمع المختلفه؟ الكل بيقدر يشارك حتى لو خريج، لكن الاستهداف الاول والاخير للطلبه في المشاريع مثلا، وقت يعينوا مثلا في اعلام، في ماليه، في اي لجنه، بيحاولوا دائما يستهدفوا الطلاب الجدد أو اللي عندهم خبرة بسيطة عشان هم ذاته يتطوروا معاهم. فهدفهم الأساسي إنه يطوروا الطالب قبل ما إنه يخدم الناس. طيب، كيف الانضمام لها؟ يعني هل في شروط للعضوية، في بطاقات؟ كيف الانضمام للمنظمة وموقعها وين برضه؟ هي عندها مجمعات، 37 مجمع في 37 جامعة حالياً، وممكن تزيد يعني إن شاء الله، يعني في زيادة من السنين اللي فاتت. أي طالب بيمشي يشوف في جامعته إذا متوفر تكافل طوال بينضمها، إذا ما عنده بيشوف أقرب جامعة عندها المجمع حق تكافل ينضم جدا، بدو استمارة يسجل فيها ويختار المكتب الأقرب له. عندنا عدة مكاتب يعني، فهي 7 عضوية، طلاب، أيتام، بحث وتطوير، طبية، إعلام، وآخر مكتب اللي هو مكتب مالية. في المكاتب دي متوفرة وأنت تشوف الحاجة المناسبة معك وتنضم لها على حسب اللي أنت عايزه. وبيعلموك طبعا، يعني ما لازم انا اكون ملم بالتصميم او التصوير او الحاجه دي، لا، انت ادخل معاهم وحتتعلم مع الزمن. يعني الرغبه بس هي في البدايه تكون موجوده عندك، ويعني انك تقدر تساعد ايا كانت اي حاجه هي شنو. بعد كده ممكن انت تتدرب وممكن تاخذ الناحيه اللي انت حابب تمشي فيها. صح. طيب، خلينا نتكلم يا محمد عن مشروع الاطعام. يعني من 2019 يمكن هو توقف بسبب الظروف اللي بيمر بها البلاد بصوره عامه، والان بدا المشروع من جديد، فكلمنا عنه. طيب، مشروع الإطعام زي ما قلت آخر مرة أقيم في 2019، عشان كده أحسي في إقبال شديد عليه وفي حماس. يعني حتى في أحد المرات كان نشرنا استمارة للطبية، فكان الموعد حقها ما كان ممتاز، لكن الإقبال كان كبير، بحيث إنه تقريبا في يومين أو ثلاثة اللي سجل في الاستمارة أكثر من 120 شخص. يعني فده دليل على إنه الناس تسجيل، لأنه هم يكونوا متطوعين يعني في المشروع، متطوعين في المشروع كطلاب من هنا، في دكاترة أيضا بيكونوا من ضمن اللجنة الطبية. أهداف المشروع إنه يمشوا لخلوة، يختاروا خلوة عندها عدد طلاب يتجاوز 500، ده الهدف اللي أخذته، وبحثوا كذا مرة، يعني ما اختاروا أول خلوة، اللي بقى لا، فتشوا كذا مرة على حسب الاحتياج. واسمه مشروع الإطعام واليوم العلاجي، فأول الإطعام واليوم العلاجي، لكن عنده عدة حاجات. أول حاجة عندنا لجنة خدمات، ده اللي بيمشي للخلوة في البداية بيتأكدوا من المكان نفسه، هل هو مهيأ، هل محتاجين مثلا أنوار، هل محتاجين
سباكة، هل محتاجين يعني مثلاً بتمسكوا خلوة خلوة بتشوفوا الاحتياجات حقتها كلها، الاحتياجات حقتها بما فيها الإطعام، بما فيها الإطعام ايوه. فأول ناس خدمات ديل بيمشي يتأكد من المكان واحتياجاته، وعندهم ثاني جانب اللي هو الكسوة، فبيمشوا يجمعوا الملابس والحاجات دي ويختاروا لهم أفضل الملابس على قول الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما رزقناكم يعني. فهم بيمشوا يفتش على أفضل الملابس، يغسلوها، يكوها، يعطروها لهم عشان يدونهم بأفضل في أفضل حلة لهم. تاني عندنا كذلك برامج، برامج ديل بيعدوا برامج وحاجات وفعاليات لليوم ده بحيث إنه يغيروا لهم الجو حقهم ويعيشوا في يعني يكون اليوم ده مختلف عن باقي الأيام كنوع من رسم البسمة في وجوههم. ثاني عندنا لجنة مطبخ، لجنة مطبخ ديل هم الإطعام، من اسم الإطعام هم اللي بيمشوا يجهزوا الأكل والحاجات دي بالأخص لناس الخلاوي بحيث يغيروا لهم الجو. نحن عارفين إنه طبعاً في الخلاوي بعض المرات الأكل بيستمر عليه كذا أو كذا يوم أو كذا أسبوع أو كذا شهر، بعض المرات بيكون نفس اللي هناك. أي فكنوع من إكرام طلبة تحفيظ القرآن وطلبة حفظة كتاب الله إنه أديهم وكرمهم أديهم على مقامه يعني، لكن إن شاء الله ربنا يديهم في الآخر يعني. طيب يا محمد، ده طوالي بودينا لأنه الإطعام يمكن حتى لخلوة ولعدد ما شاء الله ممكن يكون مقدر من الطلبة هو الدارسين، هو بيحتاج بالضرورة لمبلغ كبير لتوفير الاحتياجات الغذائية بصورة عامة ولتوفير نوعية من الطعام اللي ممكن تكون هي يعني عندها فائدة غذائية. من وين بيجيبوا التبرعات؟ أيوة الميزانيات بصورة عامة اللي بتعمل بها. طيب بالنسبة مثلا طبعا أنا ما كملتك إنه في لجنة طبية كذلك زي ما قلت لك، فعندهم جانبين، في تبرعات عينية اللي هو الناس مثلا بتجيب بتواصل مع جهات او شركات او كذا للادويه بيجيبوا منهم تبرعات عينيه ادويه بذات نفسها، وفي التبرعات العينيه لناس مطبخ انت تجمع سكر دقيق الحاجات المحتاجينها في اليوم ده، فما لازم انه انت تدينا ماده او مال. فكذلك في الحسابات التواصل عندنا في كافة المواقع التواصل الاجتماعي، يا ريتهم يعرضوا علينا على الشاشة لو موجود، ممكن يا مهدي عرض علينا على الشاشة خلي الناس الحابة انه هو يعني يساهم معاكم ممكن يساهم. كلها موجودة في الحسابات حقت البنوك باسم المنظمة، ممكن يتبرع علينا وهي اي بوستر اي تصميم قاعد ننشره قاعد ننشر معاه ارقام الحسابات بحيث الزول يقدر يشارك. غير كده في العلاقات الخارجية بتواصلوا مع شركات يا إما دعمونا مادياً أو مادية أو بالعيني يعني الحاجات العينية، فهي بتختلف. والتبرعات كمان حقت المجمعات يعني المجمعات ذاته بتحاول تشارك اللي هي الجامعات، الطلاب مثلاً اللي بيحوموا بصناديق ويجمعوا باسم المنظمة بحاجة رسمية تمام مع الاتفاق مع الجامعة. تاني المساجد، لجنة المساجد بيمشي المساجد كل جمعة بيرسلوا خطابات للجوامع بحيث إنه أولاً ينشروا فكرة المشروع ذاته عبر المنابر، وفي نفس الوقت يجمعوا تبرعات للمشروع نفسه. فدي طرق متنوعة، حتى في بوسترات أو تصاميم للناس مثلاً خارج السودان أنا ما قادر أتبرع، ممكن تساعد تنشر البوسترات دي بتلقاها في حساباتنا عن طريق السوشيال ميديا. اي موجوده الحسابات بكل الدول، انت مثلا في السعوديه في قطر في امريكا حتى ممكن تمشي تشوف اصحابك والناس اللي هناك ويتبرعوا. طيب للناس اللي حابين ان هم يشاركوا بحاجه يعني مثلا عنده مصنع او عنده يعني واحدة من الحاجات الماديه اللي حابين انه هو يشارك بها، وين موقع المنظمه وين وين موقع التجمع ممكن يساهم من خلاله يتبرع بها؟ يتبرع. طيب نحن عندنا المجمعات حقتنا في لجنة خدمات حقت المناديب ولجنة مالية، محددين في المجمعات دي ذات الجامعات اللي عندها مكاتب ممكن الزول يجي يتبرع يعني. حتى في جامعاتنا في افريقيا موجودة الهنادي، الناس بتجي وتجيب السكر الدقيق الحاجات دي، بعدين بنمشي نجمعها نوديها مع ناس خدمات بودوها للخلوة عشان يبدأ يشتغلوا للمطبخ أو إذا كانت أدوية لطبية. طيب خلينا يعني لأكثر إطمئنانا يعني يا محمد، أكيد أنتم خياراتكم للخلاوي هي بتتم عن طريق يعني فلتر على إنه محتاجين فيها شنو، شنو الحاجة اللي ممكن تكون ناقصاها، الاحتياجات أو الخلوة الأكثر حوجة لأنه يكون موجود فيها.
الحاجة دي موجودة هنا في الخرطوم ولا ممكن تتمددوا للولايات؟ يعني في ولايات ممكن يكونوا هم أكثر حوجة لأنه يكون عاوزين دعم، عاوزين قوافل طبية وصحية تمشي لهم، عاوزين إطعام أكثر. طيب المنظمة حالياً هي متواجدة في الخرطوم ودائماً اللي هو بيقول لك إنه تحاول يعني تحل المشاكل اللي عندك أولاً أو في داخل الخرطوم، بعدين ممكن نتوسع. بالنسبة للناس اللي عايزين برا الخرطوم في اسم شنو؟ في خطط أو مشاريع جاية، مشاريع المركزية أو المجمعات كثيرة، وفي مشاريع للخارج حتى للتعليم لغيره، فما بس محصورة على الخرطوم. لكن بالنسبة للمشاريع المركزية الحالية زي الأطعام والحقيبة بنحاول نغطي الحوجة داخل الخرطوم أولاً، وبإذن الله إن شاء الله الفترة الجاية الله مدلينا بنقدر. شنو جاي طيب غير الولايات؟ في مشاريع قادمة أنتوا مخططين لها إن شاء الله في مقبل أيوة حالياً اللي بيمشوا بس في الولايات هم سقيا، لأنه يعني أهم حاجة المياه دي أصلاً يعني عندنا في الخرطوم ممكن تقول أوضاعنا أحسن من باقي الولاية. سقيا بيمشي يحفروا آبار، يقوموا لهم بآبار ويمشوا كولارات وحتات في دي في الخلاوي في غيرها من المناطق المحتاجة للحاجة دي. فسقيا هم حاليا المكتب الوحيد اللي قاعد يمشي خارج الولايات. جميل. أو يكون متمدد. محمد أخيرا كده، عندكم مواقع تواصل اجتماعي، عندكم موقع في ويب سايت او غيره ممكن الناس من خلاله تتعرف على نشاطاتكم؟ ايوه فيسبوك، تويتر، انستغرام، كافه مواقع التواصل باسم منظمه التكافل الخيريه. جميل، شكرا لك كثير محمد محسن، مسؤول الاعلام بمشروع الاطعام في منظمه التكافل الخير. شكرا لك. الله يسعدك. اتمناها ان شاء الله مبادره ومشروع يعني ياتي وكله ويستفيدوا منه كثير من المحتاجين واللي بيقدروا هم فعلا يعني يقدموا للبلد ان شاء الله باذن واحد. إن شاء الله. لك التحية.